السلام عليكم ورحمة الله. دكتور محمد أشرف، هكمل مع حضراتكم المحاضرة رقم 6 في دبلومة تصميم برك الأكسدة أوكسديشن بونز. المحاضرات السابقة، ويا ريت قبل ما تتفرج على الفيديو ده بترجع للخمس محاضرات اللي قبل كده، اتكلمنا عن تصميم وحدات برك الأكسدة من غرفة التهدئة لاستقبال المصافي، الابروتش تشانل، غرفه التوزيع، ثم البرك بانواعها المختلفه، الانيروبيك بونتس والفاكولتيف بونتس والماتوريشن ايروبيك بونتس. طيب قبل ما نبدا نصمم خزان الكلور، طبعا زي ما احنا شايفين عندنا الرسمه بتاعتنا، طبعا بنعدي اي رسمه احنا بنشرح عليها، وليكن احنا بنعدي بمجموعه من الخزانات او البرك الهوائيه، ثم بتسلم الى البرك التردديه، ثم الى البرك الانضاج، ومنها بجمع الميه بعد التنقيه، بضيف عليها كلور، يعني بتروح لخزان اهو مثلا هنا بعد اهو، بعد ما اتجمعت من البرك بروح لخزان اسمه خزان الكلور رقم 9 ده اهو، اللي هو الكلور عندي هنكتبها، يعني هي خزان الكلور، بنرقم كل حاجة، ده خزان رقم 9 خزان الكلور. وهنتكلم طبعا عن تقسيمة المحطات وإيه الغرف الجانبية دي الفيديوهات القادمة. بس دلوقتي قبل ما نبدأ نعمل أي حاجة، عايز بقى كل بحيرة بتسلم البحيرة اللي بعدها بتستقبل المية من البحيرة اللي قبلها إزاي، وبتسلم على اللي بعدها عن طريق زي ما قلنا في أول فيديو بالظبط، عن طريق خط الفورس مين اللي داخل لمحطة المعالجة، عن طريق بايبس مواسير. تمام، المواسير بتبدا تخش لكل بحيره، بعد كده بتطلع من البحيره الى البحيره التاليه. طبعا لو رجعنا للشكل بتاعنا من هنا اهو، تعالى كده مع بعض نبدا نشوف. اهو ادي الاكسديشن بونز، ادي مثلا لو هنبدا نتكلم هنا خالص، دي البحيرات اللاهوائيه، ثم بحيرات تردديه، ثم بص اهو تعالى كده نجيبها اهو، اللي هناك خالص دي 4 مثلا اهم، وار اكسديشن الكلمه بتاع الاكسديشن بونز، دول 4 بحيرات لاهوائيه سلمت عن طريق مواسير اهو الى البحيرات الاكبر منها، بص نفس العرض، الى البحيرات الايه التردديه، سلمت الى 4 بحيرات ثانيه، بحيره 2 3 وفي 4 هنا اللي هي بتاخد من البحيره الترددية، دول 4 بحيرات انضاج على التوازي 4. طب وعلى التوالي زي ما شرحنا بالظبط المره اللي فاتت، 4 4 2 5، هتعرفها منين؟ بالمعادله اللي جبناها المره اللي فاتت. طيب ده شكل الاكسديشن بونز، وادي البحيره، المايه بتخش ازاي وبتطلع منين؟ بتخش عن طريق انلت بايب اهو، وبتخرج في النهاية عن طريق الاوتلت بايب. اي بحيرة ليها انلت بايب وليها اوتلت بايب، ولازم المية تمشي بكامل البحيرة، بكامل البحيرة. تمام، يعني مثلا البحيرة هنا اهو، بص هنا الماسورة مثلا دخلت من فوق هنا، اوعى تيجي تقول لي ماسورة الخروج تبقى من هنا، يبقى المية دخلت من هنا وخرجت من هنا، طب والحتة دي نرميها كلتها القطة؟ لا، طول المسار على قدر المستطاع علشان ما يبقاش عندك نهايات انت ما استغلتهاش، بالتالي الكفاءه تقل جدا. لو الكفاءه هنا بتوصل ل 60% هتوصل ل 20 25%. ليه؟ عشان انت مصمم على مساحه كامله، المعالجه بتحصل على مساحه كامله على زمن معين، انت لو خليت بحاجه من دول يبقى انت المعالجه ما اديتهاش حقها. فدخلت من هنا بتخرج من هنا، بعد كده ما تجيش تدخلها مثلا من نص البحيره، لا، الماسوره تمشي تخش من اول البحيره، فما تمشي طول البحيره، بعدين تخرج من هنا، تخش هنا، تخرج من هنا، وهكذا. ها معايا كده؟ طيب تعال نشوف الدخول على البحيره بيبقى ازاي. تعال الاول اهو، بص كده شكل 3 دي، الميه بتخش على البحيره، يبقى زي ما احنا شايفين الماسوره او البايب اللي البايب بيخش بالمنظر ده في النص كده من العمق، بيبدا يخش اهو من على احد الاطراف، طبعا بريست دول اهو،
وبتبدأ البايبس بتخش من هنا بطول بقى 20 25 متر على حسب الإمكانية، وتشوف المسافة قد ايه وتبعد على الأقل 5 متر من القاع، وتبدأ تحط الايه الانلت بايب بتاعتك، فبتخش تملى البحيرة دي، وبعدين تطلع في الآخر. تطلع في الآخر شكل ايه، او شايف شكل في الآخر ده؟ ده عبارة عن ايه؟ اهو عبارة عن ادي الغرفة، المية بتزيد تزيد ومدخلة جوه الغرفة فيها الدار، بعدين تنزل في الغرفة من تحت كده في بايب اهي، بتطلع من هنا وتسلم للي بعدها وهكذا. طيب، وشرحنا الكلام ده بالتفصيل في اول فيديو، يعني الماركر اللي متعلم ده، ده شرح الفيديو الاول خالص. وكل بحيرة او بركة بتسلم البركة اللي بعدها لحد ما بيسلموا بركة مجمعة، بتجمع الكلام ده كله. بص هنا الشكل من هنا اوضح اكتر، هنا مثلا بتجمع اهي، دي ملانة بترمي هنا في الغرفة الخارجية، بعدين ترمي للدخول تملأ وهكذا لحد ما بيسلموا في الاخر للخزان. وادي مجموعة خزانات او انابيب الكلور، وادي الخزان الارضي اللي بضيف عليه الكلور. طيب الشكل بقى، اما اجي اعمل ديزاين القطر بقى اجيبه ازاي؟ شوف انت التصميمه بتاعتك، زي مثلا تعالى للشكل بتاعنا هنا. اول حاجه اهو اسس التصميم، اول حاجه يتم التصميم على سرعه، السرعه في المواسير يجب الا تقل عن 1 متر على الثانيه، ده في العادي تمام، ولا تزيد عن 1.5 متر في الثانيه، لكن في حاله ادنى تصرف تعمل تشيك على 45% او يفضل 60%، 6 من 10 ماشي، بس ما تقلش باي حال من الاحوال عن 45%. السرعه فالافريج بتاعها فوق ال 6 من 10 واقل من 1.5 متر بير سكند، متر بير سكند تمام، يعني في الافريج 1 متر في الثانيه. طيب اول حاجه بتشوف خط الطرد الناقل لميات الصرف لمحطه المعالج، قطر خط الطرد المجمع لميات الصرف تم تصميمه، طبعا احنا عاملين دبلومه على القناه لتصميم خطوط الطرد، فاللي صمم او احنا صممنا خطوط الطرد فطلع كذا، يبقى كمية مية الصرف كلها جاية ها اهي كام؟ 800 مليمتر، قطر 800 يعني 8 من 10 او 80 سنتي، 800 ملي ده قطر الطرد، هيخش على غرف التهدئة، بعد كده الايه ها المصافي الابروش تشانل، بعد كده المصافي، بعد كده غرفة التوزيع، ويبدأ يوزع. القطر هنا ثابت كام؟ زي مثلا 800، خلاص القطر ثابت 800 مفيش مشاكل. حلو، طيب بعد كده ال 800 ده هيجي يتوزع، احنا عندنا كام بحيره؟ بحيره اللي هو انت صممت البحيرات وعرفت العدد، وليكن بقى زي المثال اللي احنا شغالين عليه 6، يبقى الكيو على 6. طب لو 2 يبقى الكيو على 2، وليكن احنا هنا مثلا عندنا في المثال الثاني بتاعنا احنا صممنا 2 عدد، يعني مثلا المثال الاولاني كنا صممنا كام بركه هوائيه؟ 1 2 3 4 5 6 بركه لها هوائيه، سوري 6، يبقى الكميه دي هتقسم على ال 6. لكن هنا مثلا احنا مقسمين كام؟ اهو بركه 2 احنا مقسمينها على 2، التوازي 2 في البرك كلها، يبقى كميه الميه اللي داخله بقطر 800 هتتقسم على كام؟ على ال 2. يبقى اول حاجه بص بقى هنا في التصميم بتاعك، تصميم المواسير من المصافي الى البرك اللاهوائيه ماشي. طبعا انت ده تصميم برضو، ايا كان التصميم هنا هو مقسم على 3، انا بوريك كذا شكل، هو هنا عنده كام بركه هوائيه؟ 3، يبقى يقسم الكيو على الكام؟ على ال 3 تمام. طيب يعني بص هنا الشكل بتاعي اهو، هنا ادي خط الطرد جاي، وادي الشبك السكرين المصافي، بعد كده جيت وزع، ادي بركه 2 3 3 برك لا هوائيه الانيروبيك بوندز، يبقى هيقسم الكيو على الكام؟ على ال 3 اهي، على ال 3. انا كيو الاول المتوسط، احنا بنتكلم على التصرف المتوسط، وبعمل تشيك على التصرف الاقصر. والله ترجع للتصرف المتوسط بتاعك في المثال، ايا كان المثال بتاعك انت في حاجه اسمها التصرف المتوسط. تعالى كده نشوف، ادي المساله بتاعتي، وليكن مثلا انا شغال هنا في مساله اهو، المساله بتاعتي قال لي التصرف المتوسط، بسم الله اهو تصميم المداخل، يبقى هي هنا التصرف المتوسط 19810 متر مكعب في اليوم بس، يبقى ده اللي انا هصمم عليه. يبقى هقوم جاي 19000 كام؟ 110
اهو طبعا انا هقول لك فكره الواحده، يبقى 19110 متر مكعب في اليوم، عايز احوله لمتر مكعب في الثانيه، متر مكعب بير سكند صح؟ يبقى هم هحول اليوم لثانيه، هقسم على 24 في 60 في 60، يبقى 19810 اللي هي 229 من 1000 متر مكعب بير سكند، ده الكيو. هقسمها على الكام؟ هنا لو عندي ثلاث بحيرات لهوائيه يبقى الكيو هتوزع على ثلاثه، يبقى اقول اول حاجه الكيو على الثلاثه. طب المثال الثاني بتاعي لو انا عندي بحيرتين هقسم الكيو على اثنين، طب المثال الثالث لو انا عندي ست بحيرات لهوائيه يبقى اقسم الكيو على الست. جدع. يبقى مثلا انا عندي المثال هنا بتاعي اهو ثلاث بحيرات لهوائيه، يبقى هقسم الكيو على ثلاثه، طلع الكيو اللي هتمشي في كل بايب. طيب ركز بقى معايا، باخذ السرعه طبعا بتعمل اسامبشن، طبعا ده حاجه نهائيه، لا انت بتعمل اسامبشن. يعني ايه اسامبشن؟ هفترض السرعه الفي اسامبشن السرعه المتوسطه اللي انا فارضها بواحد متر بير سكند. انت عندك القانون بيقول لك ايه؟ الكيو بتساوي الكيو اللي بقت عندك اهي اللي هي 76 من 1000 بتساوي الاريا في الفي، الفي انت هتفرضها بكام؟ بواحد. يبقى هنا عايز تجيب الايه؟ الاريا بتاعتك. تعال نشوفها برضو بطريقه تانية اهو. هنا مثلا تصميم البحيره، مش انت جبت الكيو كذا متر مكعب في الثانيه؟ اه. هتفرض هتعمل اسامبشن الفي بكام؟ بواحد. حلو، الكيو بتساوي الاريا في الفي صح؟ اه. الكيو عندك ب 53 من 100، وليكن انت جبت الكيو وقسمتها على الاثنين صح؟ يبقى 53 من 100. معايا كده؟ طيب يبقى الكيو بتساوي 53 من 100 بتساوي الاريا اللي هي قطر الماسوره باي دي تربيع على 4 في الفي اللي انا فرضتها بواحد، من هنا جبت القطر بتاع الماسوره صح؟ اللي هو القطر لما تقربه هتحوله بالمتر اللي هو 821. مفيش حاجه اسمها 821، خدها افريج وليكن 800. ها فهمت كده؟ وليكن 800، يبقى الماسوره قطرها 800. طبعا ده الماسوره، احنا ما كناش محتاجين نعمل التصميم بتاع الحته دي، دي الماسوره اللي داخله هنا خط الطرد 800، اما اجي انا عامل تشيك اوريدي في خط الطرد، فاما اجي خدت الكيو هي ال 800 طلعت. طب تعمل تشيك بقى تاني، انا لسه ال 800، لا انا عايز بقى ال 800 دي اوزعها على 2 او 3 او 4. بص بعد كده باي ب 2، انا عندي الكيو كام؟ 53 من 100 صح؟ الكيو كليه هتتقسم على كام بحيره هنا مثلا لا هوائيه؟ 2، يبقى هقسم الكيو على 2. جدع اهو، يبقى 53 من 100 على ال 2 اهو، 53 من 100 على ال 2 ب 26، يعني 200 يعني ادي الخمسه دي 6 يبقى 27 من 100. يبقى مسمت كيو على ال 2 في اللي بعدها ادتني الكيو كام؟ 27 من 100. يعني كل بحيره وصل لها قطر، انا عايز اجيب بقى القطر ده ال 800 ده هيتوزع كام وكام؟ اوعى تقول لي 400 و400، احنا مش ماشيين 1 زائد 1 بتساوي 2، ده دي تربيع. فال 800 القطر اللي شايل الكميه كلها 800، اما الكميه تتقسم على الاثنين يبقى نص هنا ونص هنا، يبقى القطر لازم يقل. طب كام بقى؟ ده اللي احنا بنحسبه دلوقتي. الكيو على الاثنين طلع 27 من 100، والفي هفرضها بواحد، الكيو بتساوي الاريا في الفي، الفي بواحد والكيو 27 من 100 والاريا باي دي تربيع على 4. هوب صمم طلعت الدامتر كم متر؟ 586، اقرب ما يكون للستة من عشرة اللي هي 600 مللي. فهمت؟ يبقى هنا الماسوره دي كام؟ 600. بس قبل ما تعمل 600 لازم تعمل تشيك 600، ارجع اعمل تشيك على الفي اكتشوال صح؟ الكيو 27 من 100 اهي. طب والاريا باي دي بقى، بس دي مش اللي طلعت لك 500 وكسور، لا اللي هي 6 من عشرة بالظبط، دي تربيع على 4 في الفي اكتشوال. الفي اكتشوال طلعت 95 من 100 عشان انت هنا الدامتر زودته شويه فالسرعه هتقل شويه، برضو في الرينج من 6 من 10 ل 1.5. يبقى اوكي اوكي يبقى تعتمد القطر اللي هو كام؟ 600. يبقى ال 800 راحت هنا ب 600 ونزلت هنا لايه؟ ل 600. تمام، دي اللي خارجه من غرفه التوزيع ورايحه الى برك اللاهوائيه. طب البرك اللاهوائيه ماشيه، هل هتخش بماسوره ولا باثنين ولا بثلاثه؟ ما انت خلي بالك البايب الناقله بتبقى بايب واحد، لكن الدخول بص هنا شرحناها برضو بالتفصيل في اول محاضرتين اهو. فين؟ لا تعالي عشان ما تكسفش اهي. بص هنا بيخش كام؟ شايف انت كام ماسوره؟ اتنين وساعات تلاته على حسب التصميم بتاعك.
لو انت لقيت الاقطار كبيره فخليها على 3، وليكن انا هخليها على 2، يعني الماسوره 600 لحد هنا لحد هنا. طب ال 600 دي هتخش هنا كام وهنا كام؟ لازم تقل كام بقى؟ اه ده اللي هنعمله. الكيوب بتاعتك هتاخدها معايا كده، وهتبدا نظريا، ركز بقى في الكلمه دي معلش، نظريا انت اعمل حسابك هما 3 مواسير صح؟ صح، مثلا هما ماسورتين، خلاص ماسورتين ماشي. طب افرض 3 مواسير، يعني افرض داخله كده 3 مواسير مثلا اهو، 3 مواسير، فالمفروض هتقسم الكيو على كام؟ على الثلاثة، أو هتضربها في تلت، صح؟ صح. فنظريا المفروض الكيو الجديدة اللي هي 27 من 100، اللي هي 27 من 100، أضربها في تلت أو أقسمها على الثلاثة، صح؟ صح. طيب لكن تعالى بقى هندسيا نسمع بقى من الحتة دي كويس أوي. هندسيا لا، بتعتبر واحدة مش موجودة، يعني لو هما 3 بتعتبر واحدة مش موجودة، لو هما 4 بتعتبر واحدة مش موجودة، يبقى هتصمم على 3. طب لو هما 3 ليه؟ اعمل حسابك افرض واحدة حصل لها عطل فيها صيانة اتسدت، بلاش ده وده، فأقل تصرف انت هتقفل واحدة، فمين كام واحدة تشتغل؟ 2. تاني نظريا انت الكمية بتاعتك الكيو اتقسمت على 2، يعني 53 من 100 بقت 27 من 100، و27 من 100 المفروض ده لو داخل هنا 3 يبقى 27 من 100 على الثلاثة. بس افرض واحدة، ما انت بتعمل بقى في ادنى تصرف واقصى تصرف، افرض واحدة في ادنى تصرف اتقفلت او حصل لها انسداد او عطلة او اي حاجة وفيها صيانة، فساعتها كام واحدة هتشتغل؟ ها 2 هيشتغل. ها معايا في الحتة دي؟ 2 هيشتغل، فاهم الحتة دي؟ فما تجيش تقول لا دول 3 يبقى هقسم على الـ3 معايا كده؟ لا مش هتقسم على الـ3. ليه مش هتقسم على الـ3؟ هتقسم على الـ2، هتعمل حسابك عشان علشان لو واحدة حصل فيها صيانة، تمام؟ طيب نكمل. طيب مبدئيا لو هتقسم على انت دي 600 صح؟ هتطلع كده كام؟ 600. طيب قبل ما تيجي 1 2 3 معايا؟ احنا عايزين نجيب دي كل واحدة على حدة، ما دي زي دي زي دي، قبل ال 600 كده 600 كده. طب شايف الماسورة دي هتبقى كام؟ ركز بقى معايا في الحتة دي، الماسورة دي ما دي 600 جزء منها راح التلت، يبقى كام هنا؟ يبقى التلتين، وبتعملها حالات بقى تراي اند ايرور، بس تعالى عشان ما تتوهش مني. تعالى انت معايا لحد هنا 600 دخلت، ال 600 دي اتاخد منها تلت، يبقى كام؟ تلتين الكيو. يبقى انا عايز اصمم الماسوره دي دلوقتي، دي اللي انا هحركها، دي شايف دي اللي انا عايز اصممها. هنا ال 600 ماشي، اتاخد تلت، يبقى كام؟ تلتين. يبقى ساعتها بتقول ايه؟ الكيو اللي هي 27 من 100 في تلتين طلعت بكذا، ادي الكيو عندك، وهتفترض السرعه بواحد من متر بير سكند، من هنا جبت القطر 500، تعمل تشيك طلعت 92 من 100، يبقى اوكي، يبقى القطر 500. يبقى بص هنا ال 600 ده اهو، هيبقى هنا 600 بعد ما اتاخد تلت وتبقى تلتين، يبقى هنا في هنا في القطر ده كله كام؟ 500. تقوم جاي هنا ادي 500، عايز الاصح بقى ال 500 ده، وهيتاخد التلت يبقى التلت اللي هنا، يبقى هتصمم ده على التلت هينزل هيبقى 400 مثلا لما تصمم بنفس الطريقه. طب هنا دول كام؟ دول 3 صح؟ ده غير ده غير ده، ده المفروض الكيو اللي طلعت لك اللي هي 27 من 100 معايا، ده التلت وده التلت وده التلت، بس عمليا ممكن دي تبقى قافله مش ممكن دي تقفل، يبقى ده النص وده النص، فاهم الحته دي؟ يبقى ده النص وده النص،
يبقى ال 27 من 100 اللي كانت داخله هنا نقسمها على الاثنين طلعت 14 من 100 الكيو، يبقى دي 14 من 100 ودي 14 من 100 ودي 14 من 100. ليه مش على الثلاثه؟ ليه على الاثنين؟ ها؟ ليه؟ علشان بتعمل حسابك اللي واحده ممكن يحصل لها صيانه. فالكيو على الاثنين طلع 14 من 100، دي كيو، الفي هتفرضها بواحد، الكيو بتساوي الار اف في، منها تجيب القطر وهكذا. تخليك ماشي، المبدأ ده ما بيتغيرش. ماشي؟ طيب دخلت هنا طلعت الماسوره دي جمعت، شايف الماسوره دي؟ جمعت اهي، الماسوره دي هتجمع منين؟ هتجمع من هنا ومن هنا. الماسوره دي جمعت من الحوض ده كله اللي هو كان واخد ايه؟ نص الكيو. اللي هي برضه هتبقى 600 عشان دي 600 كانت داخله لنص الكيو وهكذا. ال 600 وال 600 تطلع تجمع تبقى دي ال 800 اللي كانت داخله في الاول خالص. فانت مش محتاج تعمل ديزاين لدي تاني. ليه يا عم الحاج 800؟ اقول لك ليه 800. مش كميه الميه دخلت اتوزعت على الحوض ده والحوض ده من تحت، وبعدين الحوض ده خرج الميه من هنا وخرج الميه هنا، فكميه الميه كلها خرجت تاني اتجمعت في الماسوره دي اللي هي 800 دي. تمام؟ ال 800 هتتقسم بعد كده على حوضين، يبقى برضه احنا قسمناها كانت 600 و600، ادي 600 و600 المره دي على ثلاثه. معايا؟ برضه هعمل حساب اللي في واحد ممكن يحصل له عطل وهكذا. داخل وخارج، داخل وخارج. كل مره اهو، كل مره بتشوف كميه الميه قد ايه، اي ماسوره كميه الميه قد ايه، وتقسمها على عدد المواسير ناقص واحد عشان تعمل حسابك اللي واحد بيحصل له صيانه. معايا كده؟ فقمت جايب الكيو وبتفرض الفي بواحد، الكيو بتساوي الاريا في الفي، منها جبت الدايمتر، الاريا باي دي تربيع على 4 جبت الدايمتر بتقربه. بعد كده بتعمل تشيك، لازم السرعه ما تزيد عن 6 من 10 وتقل عن 1.5 متر بير سكند وهكذا. تمام تمام مش تمام، تبدا تغير في اي باراميترز لحد ما السرعه تبقى في السيف عندك. ادي دي بتتكرر في الكل. ادي الكلام اللي انا عايز اقوله لك النهارده في تصميم المواسير. في مشاكل؟ طيب انا المفروض اصمم على كام ماسوره؟ مثلا داخل لي هنا ماسورتين، طبعا بتعمل تشيك بقى، مثلا داخل لي هنا ماسورتين، فانا هصمم على ماسوره واحده، فهصمم على ماسوره واحده فهكبر القطر. فانت بتعمل حسابك لو انت كبرت القطر على ماسوره، طب ولو الاثنين اشتغلوا، هل القطر ده اما يبقى كبير السرعه هتقل عن 6 من 10؟ انت بتعمل بقى جميع الحالات في اقصى تصرف وفي ادنى تصرف. فهمت الدنيا ماشيه ازاي؟ في الاخر خالص هتلاقي الشكل اللي عندك خلاص، ادي المواسير، الماسوره اللي داخله 800 بعدين اتوزعت 600 و600 وهكذا. بعد كده الداخل زي الطالع، لو 400 يبقى الطالع 400 برضو، لو داخل 3 يفضل يبقى طالع زيها 3 ماشي، عشان يبقى التوزيع متماسك وهكذا. ويجمع من كل حوض لحد في الاخر الحوض يبقى طالع منه 300 و300 بيجمع 600، هوب 300 و300 يجمع 600 و600 هوب يصب على، هيبقى من 700 هيبقى برضو 800 زي اول. فدايما اول حاجه الخط الطرد اللي داخل، لو 700 يبقى اللي طالع الخط المجمع للكلور يبقى 800، لو 500 يبقى 500، الخط اللي بيجمع في الاخر هو نفس قطر الخط اللي داخل، يعني ده خارج 800 يبقى لازم داخل كام؟ 800. فهمت؟ هي لعبه بسيطه، انت بتحسب الكيو بتساوي الاريا في الفي، الفي السرعه بتفرضها بواحد، والاريا باي دي تربيع على 4 تجيب الدايمتر تقربه، وبعدين بتعمل الشيك على السرعه تاني. كده احنا صممنا البايبس اللي ما بين ايه؟ ما بين المعالجه برك الاكسده وبعضها. طب الفيديوهات القادمه هنبدا نتكلم بقى على خزان الكلور، هنبدا نتكلم على خزان، خلاص احنا صممنا المواسير دي كمان، احنا هنبدا نتكلم بقى على خزان الكلور وطول وعرض الخزان ومده المكوث في خزان الكلور، وهنبدا نتكلم طبعا دي كلها في الفيديوهات مش فيديو واحد، على البروفايل بقى مسار الميه بتبقى ماشيه ازاي وبتنزل منين وبتطلع منين وغرفه الدخول وغرفه الخروج والخروج والكلام ده كله. اتمنى الفيديو يكون افادك ولو بنسبه بسيطه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.